بستخدمها بكل قوة. عيطي يا حور، هسمح لك تعيطي دلوقتي لأن بعد كده مش هسمح لك تاني. عيطي عيطي يا قلبي بجد، عيطي وطلعي كل اللي جواكي. وكأنها كانت بتستنى كلامه ده، طلعت كل دموعها وأنينها أعلى وأعلى بألم وقهر. كانت بتعلى شهقتها وبيشلل من حضنه ليها أكتر، عاوز يخبيها من الحزن من الضلوع. كانت هتنزل من عينه دمعة خاينة بس ما سمح لهاش. أخدها للسرير واحتواها لحد ما غفت بين إيديه. بصلها بنظرة حنينة بيوعد نفسه إنه مش هيسمح إن دموعها دي تنزل تاني، بس هو مش عارف القدر مخبي لهم إيه. الحياة صعبة، بندوق فيها الكتير قوي من الألم، وكلها اختبارات لينا لازم نتعداها بقلوب نقية ونفوس طاهرة. لازم ما نخليش الغضب والكره والحقد والطمع يوصل لقلبنا في وقتها، عشان هتبقى عواقب ضارة جدا. لازم كل واحد غلط يعرف ان ليه عقابه حتى لو مر عليه الزمن. وكانت القصة دي الدليل الاكبر. هنا الكل غلط والكل تعاقب، بس منهم اللي عرف ذنبه وحس بالندم، كان الله غفور رحيم ليه وتقبل توبته، ومنهم اللي مشي في متاهة الحياة مرضاش يتوب ويندم وربنا نزل عليه عقابه.